بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيخ المظفر رحمه الله في الدرس 30 و31 يدرس مسألة اتحاد الطلب والإرادة، وهناك درس مختصر، درس 32 حول القضاء والقدر، ولكن بما يتعلق بمسألة الطلب والإرادة. فإن شاء الله اليوم نحن نحاول أن ننهي هذا الكتاب، ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا التوفيق لأجل دراسة هذا الكتاب معا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من قبلنا الصلوات إلى روح المرحوم الشيخ المظفر. كما تتذكرون في الجلسة الماضية والدرس الماضي تكلمنا حول مسألة الكلام الإلهي، يعني بعد البحث حول العلم والقدرة والسمع والبصر تكلمنا حول الكلام، والآن هناك مسألة تنبثق من مسألة إن الله متكلم. الإمامية، يعني المتكلمون من الإمامية، يقولون بأن الطلب والإرادة متحدين، يعني هما شيء واحد، ولكن الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي لله سبحانه وتعالى يقولون بتعدد الطلب والإرادة، ويجعلون هذا من مصادق الكلام النفسي، يعني يقولون قد يوجد في الله سبحانه وتعالى ما نسميه الإرادة، ولكن مثلا لا يوجد طلب حقيقي مثل الأوامر الاختبارية، ويريدون أن يقولوا هذا من باب الكلام النفسي. إن شاء الله هنا ما أنا أوضح يتضح الأمر أكثر. فهذه المسألة تأتي مباشرة بعد مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى. المتكلمون من الإمامية يقولون الله سبحانه وتعالى موجد الكلام. حينما نقول الله متكلمون يعني هو موجد للكلام، هو خالق للكلام، ولكن الكلام ليس شيئا أكثر من الخلق والإرادة. لا يوجد شيء مستقل عن الخلق والإرادة نسميه الكلام النفسي. أما الأشاعرة يقولون في الأوامر الاختبارية أو الامتحانية، مثل أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام بالذبح، الله أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل، ولكن هو ما كان يريد الذبح، وكان يريد أن يختبر إبراهيم. لذلك حينما يرى أن إبراهيم منقاد مطيع يحاول أن يمتثل، يقول فديناه بذبح عظيم. فهذا الأمر في علم أصول الفقه نسميه
بالأوامر الاختبارية أو الامتحانية. يعني ليس الغرض في المأمور به، الغرض في الأمر لأجل اختبار مدى التزام المأمور. هناك آمر، هناك مأمور، هناك مأمور به. الله أمر إبراهيم، فالله آمر، إبراهيم مأمور والذبح والمأمور به. هل كان الغرض في الذبح؟ لا، الغرض كان في الأمر نفسه لأجل الاختبار. الأشاعرة يقولون في مثل هذه الأمور، أو مثلا تصوروا مثلا هناك والد لا يحتاج إلى الماء ولا يحتاج إلى مثلا خبز، ولكن لأجل أن يجرب ولده يقول مثلا ائتني بالماء أو ائتني بالخبز، هذا من باب الاختبار. لا، ليس بحاجة إلى الماء والخبز، لكن يريد أن يرى مدى التزام الولد. الأشاعرة يقولون في مثل هذه الأوامر الاختبارية هناك أمر طبعا، ومخالفة هذا الأمر لا يجوز طبعا. يعني إذا هناك شخص لا يمتثل يستحق العقاب لأنه خالف مولاه، ولكن يقول لا يوجد إرادة، يوجد شيء من الطلب لأن الأمر طلب الفعل، ولكن لا توجد إرادة في نفس الأمر أو من صدر منه هذا الأمر هذا الكلام. فيقولون هذا من باب الكلام النفسي، يعني معنى أو مرجع أو معال إذبح هو شيء في نفس المتكلم. في هذا المثال الله سبحانه وتعالى، وفي ذاك المثال الوالد، هناك شيء في نفسه، ولكن هذا ليس طلب الذئب أو طلب الماء أو طلب الخبز، ولكن طلب. فيريدون أن يفرقوا بين هذه الأمور والأوامر الجدية، لأن في الأوامر الجدية هناك طلب والإرادة، ولكن هنا فقط طلب الفعل ولا توجد إرادة. شيخ المظفر يقول أن صاحب الكفاية الأخوند الخراساني رحمه الله كان يرى أن هذا النزاع لفظي، النزاع اللفظي يعني لا يوجد اختلاف في الموقف، ولكن يستخدمون تعابير مختلفة. من لا يعرف هذه التعابير يتصور هناك اختلاف، مثل مثال في مثنوي كان هناك أشخاص يختلفون بسبب أنهم كانوا يتكلمون حول نفس الشيء باللغات المختلفة. شخص كان يقول مثلا عنب، شخص كان يقول أنجور وما إلى ذلك. الشيخ المظفر يقول صاحب الكفاية كان يرى أن هذا نزاع لفظي، وإذا نحن نوضح الأمور بألفاظ محددة يختلف، يعني ينتهي الاختلاف، لا يوجد اختلاف. هو يقول الإرادة قد تكون واقعية حقيقية، أو ما هو يسميها بالإرادة بالحمل الشائع، وقد تكون إرادة إنشائية، وهذه نفس الطلب. فيقول صاحب الكفاية الذين يقولون باتحاد الطلب والإرادة
مثل متكلمين الإمامية، يقولون الإرادة الحقيقية مثل عين نفس الطلب الحقيقي، والإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي. يعني يقصدون نفس الشيء من جانبين، إذا يقصدون الحقيقي من جانب الطلب والحقيقي من جانب الإرادة نفس الشيء، إذا يريدون إنشائي من جانب الطلب والإنشائي من جانب الإرادة نفس الشيء. ولكن الذين يقولون أنه لا يوجد اتحاد، يعني يقولون مثل الأشاعرة بتعدد الطلب والإرادة، يقصدون أن الطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية. صحيح، الطلب الإنشائي أين الإرادة الإنشائية؟ هو يقول هم يقارنون ما يكون بمعنى حقيقي مع ما يكون بالمعنى الإنشائي، يعني الطلب الحقيقي مثلا مع الإرادة الإنشائية، والطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية. ويقول لب القضية هكذا، بسبب عدم ربما ممارستهم كثيرا اختلط الأمر في مسألة استخدام المصطلحات، ولكن ما يرى أنه كان من الممكن أن يقول الأشاعرة مثلا الإرادة الإنشائية تختلف عن مثلا الطلب الإنشائي، أو الإرادة الحقيقية تختلف عن الطلب الحقيقي. شيخ المظفر يقول ولكن أنا أتصور المسألة ليست مسألة الاختلاف في الألفاظ، أو ليس نزاعا لفظيا، لا، النزاع حقيقي. ويقول الأشاعرة يقولون بأنه في الأوامر الاختبارية أو الاختبارية لا توجد إرادة حقيقية، والإرادة هنا فقط مجرد إنشاء، فعل الأمر الإنشاء، فعل الأمر استخدم فله معنى إنشاء الطلب، ولكن لا توجد إرادة. فهم مصرون على هذا، ليس فقط مجرد اختلاف الألفاظ، يعني لا توجد إرادة حقيقية ولكن توجد طلب حقيقي وهو إنشاء الطلب. فيجب أن نعالج هذا كمسألة جذرية وليس نزاعا لفظيا. بعد ذلك هو يحاول أن يعالج المسألة، يقول ما معنى الطلب من دون الإرادة؟ لا يمكن الطلب من دون الإرادة. الألفاظ وضعت للدلالة على معنى لا شرط فيه ولا أخذ فيه أن يكون في الذهن أو في نفس المتكلم أو في الخارج. يعني هنا نقول الماء، لا نقصد الماء الموجود في الذهن أو في نفس المتكلم أو الماء الموجود في الخارج، لا، مفهوم لا بشرط الخارجية أو الذهنية، لأنه إذا كان بشرط أن يكون في الذهن فلا يمكن استخدامه للماء الخارجي، إذا كان مأخوذا بشرط الخارجية لا يمكن استخدامه للماء الموجود في النفس في الذهن، فهو غير المشروط بأن يكون في الخارج أو في الذهن. هذا بشأن المعاني للألفاظ. وبعد ذلك يقول معنى فعل الأمر الطلب، طلب الفعل، كما أن معنى النهي طلب الترك كما قاله كثير من العلماء للأدب العربي.
فالآن يعني الطلب، والطلب موجود في جميع الأوامر، ولكن الغرض من هذا الطلب قد يكون الطلب بالمعنى الحقيقي، يعني يريد هذا المأمور به، قد يكون الاختبار، قد يكون التعجيز. في علم البلاغة يقولون في بعض الأحيان الأمر بمعنى التعجيز، يعني مثلا نقول لشخص مثلا فر من عذاب الله، يعني لا تستطيع أن تفر، فأمر ليس بمعنى طلب الفرار الذي هو مستحيل، ونقول مثلا طر بس ولا يستطيع أن يطير، هذا التعجيز. وهناك أشياء أخرى، هناك معاني مختلفة لاستخدام فعل الأمر والنهي، كما أن الاستفهام أيضا له معاني مختلفة، ليس فقط مجرد طلب الفهم. فالأمر وضع لأجل دلالة على إنشاء الطلب، هو المتكلم يريد هذا ويطلب هذا، سواء كان طلبه جديا أو طلبه لأجل الاختبار وغير ذلك. فلا يوجد فرق بين الإرادة والطلب، ومسألة الكلام النفسي بمعنى شيء مستقل عن العلم والقدرة والإرادة لا يوجد، ليس عندنا شيء مستقل بمعنى الكلام النفسي. بعد ذلك في الدرس 31 هو ينظر إلى هذه المسألة من منظار مسألة الحسن والقبح. في علم الكلام نحن ندرس أن الأشاعرة لا يؤمنون بالحسن والقبح الذاتيين، وبالطبع أيضا لا يؤمنون بالحسن والقبح العقليين. هناك بحث، الحسن بمعنى ما يستحق المدح، والقبح بمعنى ما يستحق الذم، لأن الحسن والقبح لها معاني أخرى، مثلا بمعنى الكمال، بمعنى الملائمة للطبع. في هذين المعنيين ليس هناك اختلاف، كل يقولون هذين المعنيين بالمعنى الحقيقي والواقعي، ولكن ما يأتي إلى مسألة الحسن والقبح بالمعنى الموجود في علم الأخلاق، في علم الفقه، يعني ما يستحق المدح أو يستحق الذم، الأشاعرة يقولون أصلا لا يوجد أي مساس لهذين بالواقع بالحقيقة. الحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع، كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالكذب، ولكن هو أمر بالصدق، بس ما كان هناك فرق بين الصدق والكذب في الحقيقة، يعني قبل الأمر الشرعي، قبل أمر الله سبحانه وتعالى لا يوجد فرق، هو يستطيع أن يأمر بالعدل ويستطيع أن يأمر بالظلم، لا يوجد فرق، لأنهم كانوا يتصورون أن الألوهية تقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق القيم الأخلاقية، فوق الفضائل والرذائل، يعني هو لا يستطيع أحد أن يجعله مضيق ومحدد بأطر خاصة عقلية غير عقلية، يفعل ما يشاء،
لا يسأل عما يفعل. هذه نظرية العشائرة في الجانب الإسلامي. والشبيه من هذا يوجد عند المسيحيين، عند اليهوديين، وفي فلسفة الأخلاق يسمون بهذا مسألة Divine Command Theory، نظرية الأمر الإلهي. فحسب الأشاعرة لا يوجد حسن وقبح ذاتيان، وبالطبع لا يمكن للعقل أن يكتشفهما، فلا يوجد حسن وقبح عقليان، غير ذاتي وشرعي. أما حسب الإمامية وحسب المعتزلة هناك فرق بين العدل والظلم، هناك فرق بين الصدق والكذب، والله سبحانه وتعالى ليست أوامره جزافا، ليست أوامره من دون المعايير. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أصبح محدودا، لا، هذا من كماله، هو لا يفعل القبيح بسبب كماله وليس بسبب ضعفه. الأشاعرة تصوروا إذا نقول الله لا يفعل القبيح يعني هو أصبح ضعيفا، نحن نقول لا، بسبب كماله. النور ليس مظلما، هذا ليس بسبب ضعفه، بسبب كماله، لأن الظلم من الضعف. فهذه مسألة. أما صلة هذه المسألة بمسألة الكلام النفسي والأمر والإرادة هكذا، الأشاعرة يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يأمر به، قد يريد ما لا يأمر به، هناك إرادة ولكن ليس أمر وطلب، وقد يكره ما يأمر به. أنتم تتعجبون ماذا يعني، كيف يعني يريد ما لا يأمر به يكره ما يأمر به؟ يقولون كل الأفعال في العالم أفعال الله. إذا تتذكرون قلنا الأشاعرة ينكرون السببية الطبيعية، يقولون لا يوجد سببية طبيعية، لا توجد علة ولا معلول إلا الله سبحانه وتعالى ومعاليله. قلنا ينكرون دور النار مثلا في الإحراق، يقولون عادة الله جرت بأن يخلق الحرارة والاشتعال بعد حدوث النار مثلا، إذا هناك النار بعد ذلك حرارة، بعد ذلك احتراق، لكن ليست أي علاقة بين النار والإحراق، عادة الله جرت. وفي بعض الأحيان هناك شيء خارق للعادة مثل قضية إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. نحن نقول لا، كل شيء يحتاج إلى السبب في عالم الممكنات، ولكن الأسباب مختلفة، هناك أسباب طبيعية مختلفة، هناك أسباب غير طبيعية، ولكن أسباب موجودة. بس هم لا يقولون هذا، يقولون كل شيء مخلوق لله، حتى في الموجودات المختارة مثل الإنسان. أنتم تتصورون إنسان مختار، ولكن الله يخلق الأفعال فينا. لذلك جاءوا بنظرية الكسب، لأن القرآن يتكلم حول الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقولون الكسب يعني خلق الله الفعل، سواء كان فعل الطاعة أو فعل المعصية في المكلف، ونسنده إلى المكلف، نقول هو اكتسب هذا، ولكن الله خلق فيه. يعني الكسب فقط مجرد أن تكون أنت محلا لفعل الله سبحانه وتعالى، هذا فعلك وليس فعل ذاك الشخص، لأن الله خلق هذه الطاعة فيك وليس في الشخص الآخر. خب، حسب هذا المبدأ الله سبحانه وتعالى يقول مثلا لا تغتبوا، نعم،
ينهى عن الاغتيال. ولكن قد يخلق القيبة أو الاغتياب في بعض الأشخاص، يعني فعل العاصي فعل الله، الأشاعرة يقول كل فعل فعل الله. هذا الشخص الذي يرتكب الغيبة، هل هو كان فاعل لهذا الفعل؟ لا، الله يخلق الأفعال. من يصلي ويصوم ويأتي بالطاعات، الله يخلق الطاعات فيه. ومن يعثم ويذنب، الله يخلق هذه الأفعال، هذه الآثام والذنوب فيه. خب، نتيجة هذا المبدأ أن نقول الله قد يأمر بالصلاة ولكن لا يريد الصلاة في هذا الشخص، وهذا الشخص لا يصلي، يترك الصلاة. أو بالعكس، الله ينهى عن الغيبة ولكن يخلق الغيبة في هذا الشخص. فهو قد يريد ما لا يأمر به، يعني هو لا يأمر بالغيبة ولكن أراد خلق الغيبة في هذا الشخص، أو هو يكره الغيبة ولكن خلق الغيبة. هذا رأي الأشاعرة. شيخ المظفر يقول هناك فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وسبب خطأ الأشاعرة عدم الفرق، عدم التمييز بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. في بعض الأحيان ذكرنا هذا المثل، هذه المسألة في السابق. الإرادة التكوينية هي إرادة الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون إرادة فاعل آخر، التي تسبق الفعل. شيخ المظفر أولا يضرب مثالا من الإنسان وبعد ذلك ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا أريد أن أسمعكم شيئا، وأريد أن تسمعوا إلى كلام. مثلا الآن أريد أن نتكلم حول مسألة الطلب والإرادة. خب، أنا لأجل أن أتكلم بحاجة إلى إرادة تكوينية، ولكن الشيء الذي أرغب في أن يحدث منكم الاستماع إلى كلامي، هذه إرادة تشريعية. استماعكم يحتاج إلى إرادتكم وليس إرادتي التكوينية. إرادتي التكوينية تسبق أفعالي، إرادتكم التكوينية تسبق أفعالكم. إذا توجد عندكم هذه الإرادة أنتم تستمعون، إذا لا توجد لا تستمعون. ولكن أنا أريد هذا منكم، فهذه إرادة تشريعية مني التي تعلقت بأي شيء؟ باستماعكم. إرادتي التكوينية تعلقت بأن أتكلم أكلمكم، والتشريع بأن تستمعوا إلى كلامي. ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بإرادته التكوينية يخلق الأشياء، وبإرادته التشريعية يطلب منا الفعل أو الترك. الأوامر والنواهي كلها ترجع إلى الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى. خب، إذا هناك فعل طاعة
الله أراد بإرادة التشريع هذا الفعل منا، ونحن نريد أن نطيع مثلا، وبما أنه خالقنا وخالق قدرتنا وإرادتنا نسند هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو يريد اختيارنا، ولذلك بالتبع هو يريد مختارنا، فطاعتنا الآن أصبحت مرادا لله بالإرادة التكوينية وبالإرادة التشريعية. هذا لا يأتي بيني وبينكم لأننا مستقلين، ولكن حينما تكون الآمر الله سبحانه وتعالى والناهي الله سبحانه وتعالى، هناك إرادة تشريعية، يعني الله رغبنا في هذا أو الله حذرنا من هذا، وإذا له دور في إرادتنا التكوينية لأجل الإتيان وغير الإتيان. هو أعطانا اختيار، وأي شيء نحن نختار هو يمضي، يعطينا قوة لأجل نمضي في هذا. العاصي لا يغلب الله سبحانه وتعالى، الله ليس مغلوبا حينما يعصى، ونحن لسنا مجبورين حينما نطيع نعصي. فإذا شخص لا سمح الله ارتكب فسقا، هل هناك إرادة تشريعية؟ لا، الإرادة التشريعية قالت اترك الفسق، فهو لم يمتثل الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك إرادة تكوينية لله سبحانه وتعالى هنا، في أي شيء؟ في اختيار هذا الشخص، في قوة هذا الشخص لأن يأتي بهذا أو ذاك، بالفسق أو ترك الفسق. إرادة الله التكوينية موجودة. لو كان إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق من دون إشراك الاختيار، فهذا الشخص مجبور على أن يطيع أو يعصي، ولكن إرادته موجودة في ضمن المراتب. هناك سلسلة المراتب، سلسلة من العلل، وهو في الأعلى، ولكن هو يجعلنا مخيرين. فلا يوجد أي شيء إلا هو فعل الله، معنى توحيد الأفعال. ولكن هذا لا يعني نحن في أفعالنا الاختيارية مجبور، لا، نحن لسنا مجبورين، والإرادة التشريعية لها دور آخر. في بعض الأحيان نحن نمتثل، في بعض الأحيان لا سمح الله نحن لا نمتثل. الإرادة التشريعية مبينة ولكن متروكة لأجل اختيارنا، أما الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى ضمن هذه السلسلة من الأسباب موجودة دائما، لأن لا يوجد شيء إلا وهو مسبوق بإرادة الله. في بعض الأحيان مسبوق بإرادتنا وإرادة الله، في الأمور الغير الاختيارية أو في الموجودات الغير المختارة لا يوجد إرادة للفاعل، فقط إرادة الله سبحانه وتعالى، أو إرادة للفضائل الأخرى التي واسطة. فالله سبحانه وتعالى خلافا لما يتصوره الأشاعرة له إرادة تكوينية وله إرادة تشريعية، وهذان قد تتطابقان وقد لا تتطابقان، وهو ليس منعزلا وليس مفوضا كل شيء، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين.
بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثاني والثلاثين، وهو آخر درس ودرس مختصر جدا حول مسألة القضاء الإلهي. فالشيخ المظفر يقول عنوان الدرس دخول الشيء في القضاء أو القدر، بس لا يتكلم كثيرا حول القضاء والقدر هنا، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى حسب رأي الإمامية له دور في مجال التشريع وله دور في مجال التكوين، ولكن دوره في مجال التكوين يفتح المجال للإنسان في الأفعال الاختيارية. يعني لا نحتاج أن نقول إما له دور أو للإنسان أو فاعل المختار دور، ليس إما هذا أو ذاك. الله سبحانه وتعالى في مجال التشريع ليس لنا دور، يعني الله يلاحظ مصالحنا، ولكن نحن لا نستطيع أن نأتي بالتشريع ونقوم بالتشريع. حتى إذا هناك مثلا مجالس للتقنين والتشريع لا يمكن لهم أن يشرعوا الأحكام الشرعية مرة أخرى. نعم في إطار الأوامر الشرعية كما كان يقول الشهيد الصدر رحمه الله، في منطقة الفراغ يمكن لهم أن يأتي بعض التشريعات، ولكن يحتاج إلى أن يكون لهم حق. وهذه مسألة مشكلة، يعني إذا هناك مثلا أقلية وأكثرية كيف يمكن للأكثرية أن يفرض رأيه على الأقلية؟ هذه مسائل في فلسفة السياسة. ولكن على الاتهام لا يوجد لهم تشريع، حق التشريع في مقابل الشريعة الإلهية. يعني لا يمكن نقول نحن نصادق اليوم لقبول هذا الحكم الشرعي أو لرد هذا الحكم الشرعي. حتى القبول ليس له دور، لأنه إذا يقولون نحن نقبل يعني كأننا نعطيه المشروعية، ليس من صلاحيات من يعطوا المشروعية. لا يمكن يقول لهم نحن نجعل الصلاة واجبة أو نجعل الصيام واجبة، يمكن يقول نحن نعترف بهذا، لكن ليس هم يصوتون أو يصادقون على هذه القضية. ففي مجال التشريع ليس لنا دور في الشريعة الإلهية. نعم في مجال الفهم والاكتشاف والاجتهاد نعم، ولكن في مجال التقنين لا. أما في مجال التكوين كيف؟ نعم في مجال التكوين الله سبحانه وتعالى أعطانا دورا ومجالا واسعا، خاصة فيما يتعلق بالسعادة والشقاء. أنا لا أستطيع أن أغير كثير من الأمور في العالم، أنا ليس لي دور في خلق النجوم والسيارات، حتى في الكرة الأرضية كثير من الأمور ليس بأيدينا، حتى نحن ليس لنا دور في اختيار مكان ولادتنا زمان ولادتنا هذه الأمور. ولكن ما نحتاج إليه في السعادة يتوقف على اختيارنا. هو أعطانا فرص كثيرة للاختيار، حتى من يولد في أصعب المجالات وأشق الظروف يمكن أن يكون يصبح سعيدا، ومن يولد في أحسن الأحوال والظروف يمكن أن يصبح شقيا. والله سبحانه وتعالى إذا لا يوجد إمكانية للصلاح والسعادة أثناء لا يطلب منهم وليس عندهم أي مسؤولية أو معذور. ألا يتحق الأمر يرجع بالأخير إلى مسألة أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. الأشاعرة إذا يقبلون هذه المسألة فليس هناك مشكلة،
ولكن إذا لا يقبلون هذه المسألة مجرد اختلاف الألفاظ والمصطلحات لا يحل المشكلة، لأن بعض الناس بعض العلماء حاولوا أن يقولوا ربما المسألة مسألة مصطلحات، ولكن الشيخ المظفر يقول مرة أخرى لا، ليس فقط مسألة المصطلحات. حسب مبدأ الأشاعرة ومبادئ الأشاعرة يجب أن نقول الله سبحانه وتعالى في حين أنه ينهى عن شرب الخمر مثلا هو يفعل شرب الخمر، يعني يخلق شرب الخمر، يعني يريده بالإرادة التكوينية، هو يريد بالإرادة التكوينية نفس ما نهى عنه من نهي التشريعي. هذا عبارة الشيخ المظفر. فهو يكره تشريعا ما يريده تكوينا. خب يقول هذا لا يجوز. نعم الأشاعرة لا يقبلون بالحسن والقبح، وهذه مشكلتهم. نحن لا نستطيع كعقلاء أن نقبل الله سبحانه وتعالى مرة ينهى عن شرب الخمر ومرة يخلق شرب الخمر في هذا الشخص، وبعد ذلك أيضا يعاقبه ويحاسبه عليه. هذا لا يمكن. نحن نؤمن بدور العاقلة في الحسن والقوة. وفي هناك بحث يعني طويل طبعا، الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور يرجعنا إلى فهمنا الفطري الإنساني عن هذه الأمور. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا الإلهام يعني عن طريق تعلم الشريعة، وذاك شيء آخر، هذا الإلهام غيره تعلم عن طريق الشريعة. يعني الله خلقنا بحيث نفهم ماذا هو صحيح أخلاقيا، ما هو حسن وما غير حسن، ما هو قبيح. حتى علماؤنا في علم الكلام يقولون إذا لا يوجد الحسن والقبح العقليان لا يوجد أصلا الحسن والقبح الشرعيان، لأن طريقنا لإثبات الشرع يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى أن نقبل أن الله سبحانه وتعالى لا يخدع ولا يضل، قبل أن نأتي إلى ساحة الدين. في البداية أنتم تقولون الله واجب الوجود، خب أثبتتم واجب الوجود، لماذا هذا واجب الوجود لا يعطي قوة الإعجاز لشخص كاذب؟ لأنه يعني شخص هذا الإعجاز لا بأس، ولكن هذا الإعجاز أوتي لشخص كاذب، فلا نحن لا نقبل كتاب هذا الكتاب مثلا، لا نقبل هذه الشريعة التي هذا الشخص الذي أتى بالمعجزة يبين. كيف أنتم تستطيعون أن تردوا على هذا الإشكال؟ عن طريق العقل، لأنه هذا قبل الدخول في الشرع. العقل يقول الكامل المطلق الذي له علم مطلق وقدرة مطلقة لا يمكن أن يخدع، لا يمكن أن يضل، لا يمكن أن يأتي بالأشياء القبيحة، لأن هذه الأمور كلها من باب الضعف. الضعيف يحتاج إلى الظلم، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف كما عندنا في الحديث. من يحتاج إلى أن يخدع هو ضعيف، من يحتاج إلى أن يظلم هو ضعيف. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لا يحتاج إلى أي شيء. فالحسن والقبح الشرعيان يحتاجان إلى الحسن والقبح العقليان، عقليين. ألا نحن لا نقبل هذا الكلام بأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن شرب الخمر وبعد ذلك ويخلق شرب الخمر وبعد ذلك يحاسب؟ لا نقبل. نقول هو ينهى عن شرب الخمر، ولكن للمكلف دوره، هو يستطيع أن يختار شرب الخمر أو يختار ترك شرب الخمر.
لا جبر ولا تخفيف بل أمر بين أمرين. الحمد لله انتهينا من هذا الكتاب الفلسفة للشيخ المظفر رحمه الله، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأجل أن ندرس معا في ضمن هذه الجلسات هذا الكتاب من البداية إلى النهاية. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا سماحة شيخنا الشمالي الذي كنت تتعب وتجهز هذه المواضيع لمدة 22 أسبوعا وحقيقة جزاكم الله خير على هذا الجهد الكبير الذي بذلتموه وأوصلت هذه النقاط بتسهيلها وتيسيرها إلى الفهم. شكرا لكم، ونسأل الله إن شاء الله يكون هذه المعلومات قد غرزت إن شاء الله في أذهاننا، واستطعنا إن شاء الله أن نستطيع أن أيضا نتناولها في مجمل حياتنا وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى وبخلق الله سبحانه وتعالى. إذن نستفيد من الوقت إن شاء الله ونبادر إلى